رحبت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح الفلسطينيين في غزة. وأعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في مؤتمر صحفي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أن الهدف كان إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار. أعتقد أنه في إطار تنفيذ الحكم يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبدونه لا يمكن تنفيذ الحكم فعليا. أعتقد أن حكم المحكمة يحتاج إلى القراءة بعناية فائقة. لقد أعطوا تعليمات مباشرة للغاية، ونحن مقتنعون بأن التدابير المؤقتة التي سعينا إلى فرضها ستعالجها المحكمة. وأعتقد أنه إذا قرأت اتفاقية منع الإبادة بعناية شديدة، فإن مسألة كيفية إدارة الحرب أو الصراع لم يتم تفصيلها. كنت أرغب في إدراج كلمة وقف إطلاق النار في الحكم. من المستحيل أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل. كنت آمل أن تدعو المحكمة على وجه التحديد إلى وقف إطلاق النار.